السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الوطن ينتصر. مشاهدين الكرام، يشهد الوطن الحبيب انتصارات كبيرة على كل الاتجاهات، وبالأمس القريب كانت هناك يعني بادرة أو خطوة خطاها يعني الحكومة الشرعية ورجال القضاء ورجال المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال البداية وتفعيل اللبنة الأولى والخطوة الأولى في تفعيل دور القضاء والمحاكم في العاصمة عدن بجميع الدوائر. هناك اجتماع حصل مشاهدين الكرام لهيئة القضاء ولمجلس القضاء الأعلى، وتم تشكيل محاكم وهيئات محاكم للمحاكم الاستئناف، المحاكم الجزائية، للمحاكم الشخصية، محاكم الأحداث، وكذلك للمحاكم الابتدائية اللي هي في العاصمة عدن. في كل مديريات العاصمة عدن تم تشكيل هيئات محاكم قضاة ونواب قضاة وكذلك هيئات قضاة يعني مكتملة، وهذه بادرة كبيرة وبادرة إيجابية، ويعتبر انتصار كبير للوطن أن يفعل دور القضاء ورجال القضاء وكذلك القضاء الواقف الذي هم المحامين، حتى تكتمل يعني سلسلة وهرم إدارة الدولة بين الأجزاء القضائية والدستورية والتنفيذية والقضائية. انتظر أبناءنا أو أبناء وطننا هذه الخطوة كثيرا، وهي ربما أتت متأخرة نتيجة لبعض الظروف التي يمر فيها الوطن، ولكن نأتي متأخرين خيرا من ألا نأتي، فهذا هو وطننا. هذا انتصار كبير يعتبر للوطن ولعدن وللحكومة الشرعية وللمقاومة ولأبناء الجنوب ولأبناء الوطن بشكل كبير، أن يفعل دور القضاء وتشتغل المحاكم. اليوم المحاكم تشتغل بإذن الله. اليوم كان في اجتماع في العاصمة عدن بحول هذا الموضوع لمجلس القضاء والمحكمة الاستئناف، وبالتالي بإذن الله هذا الوضع سينسحب على كل المحافظات المحررة بإذن الله. غدا سوف نرى يعني هيئات قضائية في محاكم محافظة لاحق، في الاستئناف وفي الابتدائية وفي كل الشعب، وكذلك الوضع منتظر والناس يعني يحدوهم الشوق والطموح أن تعود عجلة الحياة، وخاصة في هذا الجانب، جانب تفعيل دور القضاء وتفعيل دور المحاكم والنيابات. هذه رسالة وانتصار كبير يحققه الوطن وأبناء هذا الوطن الأوفياء، إلى جانب الرسالة الأمنية الكبيرة التي تحققت بالأمس أو بالأمس الأول من خلال يعني الانتصار الذي حققه رجال الأمن، وهنا انتصار كبير في جبهة القضاء وفي جبهة المحاكم. هناك رجال أوفياء لا يخافون، لا يأبهون، لن يعلمون أن القضاء هو رمز العدل، يعني القضاء هم الولاة بعد الله في هذه الأرض، على أيديهم يعني تمر يعني المواضيع الحساسة في حياة الناس، سيحال المساجين وسيحال الموقوفين وسيحال المتهمين، وكل القضايا ستخرج إلى نجاز وإلى الضوء، وستنتهي هذه حالة الاحتقان الذي يعني موجودة بسبب أنه المجرمين أو المتهمين إن صح التعبير موجودين في بعض السجون وبعض مراكز التوقيف في الشرط وفي السجون العمومية أو السجون الفرعية في المديريات والشرط دون أي محاكمة. هنا بدأ تفعيل مؤسسات الدولة، وعندما يبدأ تفعيل مؤسسات الدولة كما تحدث أحد الضيوف تبدأ عملية تضميد جراح العاصمة عدن. هذه هي عدن، عدن النظام، عدن القانون، هذا هو النظام القانون، شريعة الغاب يجب أن تنتهي. وبالتالي يعني هذه كانت بادرة إيجابية وبادرة طيبة، فهناك الآلاف من قضايا الناس، وهناك يعني مئات المحامين كذلك تعطلت أعمالهم، وبالأساس هم هؤلاء المحامين يقومون بعمل وطني وديني وأخلاقي تجاه الوطن وتجاه العدالة، في نصرة المظلومين، في إفراج عن المسجونين، في يعني تفريق كربة الناس من خلال ما يقومون فيه من دفاع أمام النيابة العامة وأمام المحاكم، في الدفاع عن هؤلاء المتهمين حتى تخرج نتائج هذه القضايا إلى النور. هذه كانت بادرة إيجابية وبادرة طيبة. رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود هناك، وزير العدل موجود هناك، رئيس محكمة الاستئناف موجود هناك، النائب العام موجود هناك، الأمور مطمنة جدا الحمد لله رب العالمين، بالإضافة إلى أنه الهيئة العسكرية موجودة هناك، هيئة الأركان، رئاسة الحكومة الدكتور بندغر موجود هناك،
الأمور طيبة. يعني تم تفعيل أو تجهيز مبنى متكامل للقضاء هناك، يعني تم استئجار مبنى من وزارة المياه طبعا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا المبنى الآن بدأ أو الآن في اللمسات الأخيرة لتأثيث هذا المبنى أو هذا المجمع، وبيكون مجمع متكامل لإدارة القضاء في العاصمة عدن، وبإذن الله ستسير الأمور بشكل إيجابي، وننتظر في القريب العاجل أن يتم أو أن هؤلاء القضاة يبدأون في ممارسة عملهم. طبعا هناك في حركة قضائية حصلت، يعني الناس يقولوا كانوا متعشمين أنه تبدأ القضاة أن يمارسون عملهم، يعني بدأ الموضوع بغربلة قضائية أنه تحويل القضاة من محكمة إلى محكمة، وهذا يحصل كما نعلم من أول كان يحصل كل 4 سنين، يسمونها الحركة القضائية. وبالتالي هذه الحركة القضائية غربلت بعض القضاة من محكمة إلى محكمة، وربما قد تكون حسب المعتاد، أنا لما أطلع على التفاصيل بالكامل، رفعت بعض المحامين، ربما بعض المحامين من محكمة ابتدائية ارتفع إلى عضو في محكمة استئنافية، وبالتالي هذه الحركة القضائية قد ربما كذلك تؤدي إلى نتيجة إيجابية في يعني تناول قضايا الناس. على كل حال هذا خبر كان طيب وخبر إيجابي، وعلى الناس أن تطمئن، وعلى وسائل الإعلام والإعلاميين أن يتناولون هذه المواضيع بإيجابية وبحيادية. الدولة موجودة، القضاء موجود، الأمن موجود، أركان الدولة ومقوماتها وعواملها وعناصرها على يعني شرف أن تكتمل. طالما القضاء كان هناك من يتحدث أن القضاء يهددهم فلان وعلان ومن هذا الكلام، الحين ما فيش من هذا الكلام، الناس على الحق ومن كان على الحق ما خاف، القضاء موجودين واجتمعوا وتم الغربلة وتم التوزيع وافتتحت المحاكم، ويلا اللي عنده الشكوى يلا يجيبها، الحين القضاء قدامكم موجودين، ما عافيش داعي تروح تتظاهر بالشارع ولا تروح تدعي أنهم ظلموك ولا كذا، هذا القضاء موجود والمحامين على وراء من يشيل، مكاتب الحمد لله رب العالمين موجودة مكاتب المحامين، يعني أطرف محامي يعمل لك بلاغ، يعمل لك استشارة، يعمل لك يعني دعوة، يعمل لك طعن، يعمل لك استئناف، يعمل لك اللي تشتي، وروح الحين المحاكم موجودة قدامكم، أي واحد يشتي المحاكم هذا هو القضاء يفصل. ونحن نتمنى لكل الناس الخير والإنصاف والعدل، وأن الناس تعود لبيوتها، ولا نريد واحد يكون مدان، نريد الناس يعني تكون مدانين، يعني تكون بريئين، ما نريد ولا واحد يكون مدان من هذول اللي هم كلهم داخل السجن، نريد الناس يعني يشوفوا الحرية ويشوفوا أولادهم ويشوفوا أهلهم ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية. كذلك بنفس الموضوع ما نريد حتى قطر الدم تسيل، ما نريد يعني واحد مجرم، ما نريد واحد يستشهد، ما نريد واحد يقتل، يعني نريد يعني مثل ما نعرف عدن مدينة السلام. مشاهد الكرام، كان هذا المحور هو المحور الأساسي والرئيسي والمفرح، وحبينا أن نسلط الأضواء عليه من خلال تفعيل هذه المحاكم، وهذه هي بشرة طيبة وبادرة إيجابية كبيرة. نشكر رجال القضاء ورجال الدولة ورجال المحاكم على هذه البادرة، سيروا يا رجال القضاء ويا محامين ويا رجال العدل، والوطن كله معاكم وبكم ينتصر. مشاهدنا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى. حقيقة أعزائي المشاهدين، هناك مجموعة من المواضيع التي تستحق أن نسلط عليها الأضواء في حلقتنا لهذه الليلة. هناك في جرائم ترتكب بحق أبناء هذا الشعب، هناك في جريمة أمس يعني حصلت أو ارتكبها الحوثيين على أحد الأطفال أو طفلة من أبناء محافظة تعز والكثير شاهدوها، هناك ممارسة بشكل ممنهج لعمليات الانتهاك لحقوق الإنسان، هناك في محاكمة للصحفيين، هناك شفنا المحاكمة لمجموعة من الصحفيين وتحويلهم إلى المحكمة الجزائية في صنعاء وأصدار بحقهم تقريبا أحكام، وبالتالي هناك كارثة. يعني هناك أنتم تعرفون كيف يتعامل الحوثيين مع الصحفيين،
وهناك كذلك يعني قضية الأسرى وصفقات الأسرى التي تحصل خلال هذه الأيام. هناك في مجموعة من صفقات الأسرى مشاهد الكرام يعني تتم، وتم الإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى، يمكن 6 أو 7 صفقات كانت بنجاح للمئات من الأسرى باستثناء صفقة واحدة التي تم يعني لم تنجح، الذي هي في ردفان بحجة أنها تمت بعيدا عن الجهات الأمنية والعسكرية. لكن ما زال مشاهدين الكرام موضوع انتشار مرض الكوليرا هو الموضوع الرئيسي والمخيف، وليس المخيف لنا أو على الصعيد المحلي، حتى منظمات الإقليمية والدولية كذلك أعربت عن تخوفها من انتشار هذا المرض بشكل أكبر. مثلا لجنة الصليب الأحمر الدولي تقول أن أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي هي توجد في اليمن، لأنه 19 مليون شخص من أبناء هذا الشعب معتمدين على المساعدات، وأجانا كمان مرض الكوليرا بات على الشعب اليمني، والتعبير لهم مجابهة حجم تفشي مرض الكوليرا. هناك من يتحدث أنه عامان من الحرب الذي شنها الإنقلابيون، أدت هذه الحرب إلى أنه لم يبقى سوى 45% من مستشفيات الجمهورية اليمنية أو من مستشفيات يعني بلادنا يعني جاهز للتشغيل. 45% يعني 55% من المستشفيات في بلادنا خرجت عن الجاهزية، يعني أقل يعني أكثر من 50% من المنشآت الصحية خرجت عن الجاهزية. وبالتالي تخيلوا مشاهدي الكرام كيف يكون الوضع، كيف يكون الحال. وبالتالي سجلت وزارة الصحة العامة والسكان أكثر من 300,000 حالة اللي هم مصابون هؤلاء بمرض الكوليرا، أطفال ونساء ورجال وصغار في كل محافظات البلاد، منها 1600 حال توفى الذي توفوا هؤلاء بسبب مرض الكوليرا. البلاد تعاني نقصا من الكادر البشري، نقصا من المنشآت الصحية، نقصا من الأدوية، نقصا من الإسعاف، يعني نقص من السوائل، نقص من كل حاجة. وبالتالي هذا مرض يسمى بالجائح، يعني حصل في مرة بالعراق، وحصل مرة في تقريبا في إنجلترا، وحصل في دول كثيرة وسبب مشاكل وكوارث. الآن في أمراض عفوا في أمطار، البلاد اليمن تشهد أمطار في كثير، مثل ما شفتوا في شبوة، مثل ما شفتوا في أبين، مثل ما شفتوا في يافع، مثل ما شفتوا في إب، في بعض المناطق الأمطار منتشرة، وهذه الأمطار هي ربما تراكماتها تؤدي إلى موضوع المرض الكوليرا. منظمة اليونيسف للطفولة بتقول إنها خصصت 2 مليون دولار، مليوني دولار لدعم في موضوع الكوليرا، وجمهورية فرنسا بتقول ساعدت كمان 2 مليون يورو. يعني هذه مساعدات إيش بتسوي قدام يعني 300,000 حالة مصابة. وبالتالي نحن أمس تحدثنا مع الأخوة المتصلين وتطرقوا إلى بعض القصور في الجانب الصحي، واليوم نأخذ من الجانب الحكومي من أجل أن يوضح الصورة أكثر. معنا الدكتور علي الوليدي نائب وزير الصحة. مرحبا بك دكتور علي الوليدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخوان في قناة عدن لاستضافتهم لنا لهذه الحلقة. بس أحب أنبه لنطان وأنا وكيل وقت على القطاع الرعاية الصحية الأولية، ليس نائب وزير صحة. عذرا عبد الله وكيل وزارة الصحة، وتستاهل إن شاء الله تكون وزير بإذن الله مع الأيام، تستاهل كل خير. سيد العزيز، أنت تلاحظ الكارثة يعني، وهناك حديث عن دعم محدود أو دعم أتى من قبل المنظمات الدولية، هل الدعم الذي أتاكم من قبل أو التفاعل الخارجي الدولي والإقليمي مع هذه الكارثة التي توجد في بلادنا مرضي وكافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخوات في قناة عدن الجميع طاقم القناة على التغيير في هذا الحدث. في البداية أشكر جميع الكوادر وزارة الصحة العامة والسكان من قيادة الوزارة المحترم بالمستند الدكتور ناصر محسن باعوم، ووكلاء الوزارة وطاقم الوزارة وجميع كوادر الوزارة على الجهود الذي بذلوها ويبذلوها. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل قيادة وزارة الصحة العامة والسكان وكوادر الوزارة. فتحنا غرفة عمليات مركزية في العاصمة عدن، وأخرى في صنعاء، وغرف عمليات فرعية في المحافظات.
كذلك فتحنا مراكز استقبال الحالات في جميع المحافظات المستهدفه، فتحنا زوايا ارواء، قمنا بتوزيع الادويه والمستلزمات الطبيه لجميع المحافظات والمديريات والمراكز المستهدفه. عندنا مخزون كافي من الادويه، والاخوه في مركز الملك سلمان قدموا لنا الكثير وما زالوا يقدموا، وطلبنا تربيه اخرى وان شاء الله تستنى. كذلك الهلال الاحمر الاماراتي، اللجنة الكويتية العليا للإقاثة، جميعهم قدموا لنا المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية. كذلك قمنا بإرسال 53% من الأدوية والمستلزمات الطبية للمحافظات التي تستقبل صفوف الانقلاب عن طريق مكتب منظمة الصحة العالمية لتزويد هذه المراكز والمحافظات والمديريات المستهدفة 47% من المحافظات التي تخضع للسلطة الشرعية، وقمنا بتوزيعها عن طريق مدراء مكاتب أقحة في المحافظات، كون هذه المحافظات هي تحت سلطة الشرعية والوصول لها سهل، وتم إرسالها وتوصيلها عن طريق السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات، بينما المحافظات في سفر سلطة الانقلاب ليس لدينا ثقة فيهم أن نرسل لهم، لأن تجاربنا معهم كانت صعبة في السابق، أرسلنا لهم أدوية ومستلزمات طبية للأورام وغيرها فلم تصل إلى مستحقيها، وبالتالي تم الاتفاق بين وزارة الصحة العامة والسكان ومركز الملك سلمان أن تسلم إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية سوف تقوم بتوصيلها إلى مستحقها، وبالفعل وصل منها ولكن في صعوبة في بعضها. ميليشيات الانقلاب تحاول بكل طرق أن لا توصل إلى مستحقها لتزيد من معاناة الشعب اليمني بسبب سيطرتهم على تلك المناطق، لم يكتفوا بالسيطرة على الدولة ولكن وصلوا أن يمنعوا الأدوية والمستلزمات الطبية لتوصل إلى هذه المناطق. طيب. الكارثة أو الفاشية اللي حلت فيها كثير من المحافظات بسبب سوء إدارة الميليشيات، طبعا هي الميليشيات في الأخير لهذه المناطق، المياه والصرف الصحي النظافة وغيرها، وهذا أثر سلبا على الوضع الصحي الذي تمر به بلادنا. كذلك تدمير المرافق الصحية وتشريد طاقم الصحي منهم من استشهد منهم من اعتقل منهم من جرح منهم من طرد منهم حرم من الخدمات. تخيل انه كثير من طواقمنا وكوادرنا لم يستطيعوا التواصل معنا حتى بالتليفون، انه اي شخص يتواصل معنا للمساعده بالادويه والمستلزمات الطبيه يتم محاسبته ومعاقبته، وبالتالي يحاولوا يتواصلوا معنا بطرق اخرى من طرق وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نعذرهم في ذلك لانهم امام ميليشيات قمعيه توزع الموت في كل شارع لا تهتم بالحياه ولا تعبث لحياه المواطن. طيب. وهذا صعوبه، هذا اثر سلبا على دورهم وعملهم. طيب دكتور، في المناطق المحررة مثل ما وصفت الحال، في المناطق المحتلة من الانقلابيين الحوثي والمخلوع مثل ما وصفت الحال، لا أزيد ولا أعيد، ولكن في المناطق المحررة هل هناك لديكم آلية لمراقبة يعني عملية التوزيع؟ لأنه في حديث، وربما هذا الكلام يكون صحيح أو غير صحيح، أنه ربما في بعض المناطق أو بعض المستشفيات فقدت الأدوية من بعض المستشفيات تقريبا في إحدى المحافظات القريبة، وبالتالي هل لديكم مثلا آلية مراقبة هل هذه الأدوية تصل إلى الأماكن المستحقة لها، هل تصل إلى المديريات، هل تصل، يعني ما حد يتلاعب في هذه الأمور؟ حقيقة نحن اكتفينا في كوادرنا ثقة عالية لا حدود لها. أي إنسان أو أي شيء أو أي دليل على أي خروقات من ذلك نحن موجودين ومكاتبنا مفتوحة ووسائل تواصلنا مفتوحة، فنحاسب أي شخص يقوم بذلك. لكن المستشفيات متواجد وتوفر فيها الأدوية والمستلزمات الطبية فيما يخص المسألة المائية الحادة والكوليرا، كوادرنا لهم منا كل الشكر على ما يقوموا به. نعم، شكرا لكم. غرفة عمليات فتحت يوم امس برئاستنا بوجود الاخوان في منظمه الصحه العالميه ويوسف وجميع منظمات المتحده في عدن، ونجتمع كل صباح من الساعه 9 للساعه 10 صباحا ونقيم الوضع في المحافظات، وبالتالي ندرس الخلل في المحافظات ونقوم بتزويدهم بالادويه والمستلزمات الطبيه، وكذلك فرق الوش اللي تركبت في المياه اللي تقوم بتعقيم المياه بالكلور، والان معنا ان شاء الله خلال الاسبوع القادم والاسبوع الذي يليه حمله وطنيه للتثقيف الصحي من منزل الى منزل، اللي هي على شكل حمله تحسين تقوم بها كوادر التحسين في المنازل، يقوموا بتوزيع الكلور والادويه المتعلقه بالاساءه المائيه الحاده، ويظلوا في كل منزل من ربع ساعه الى 20 دقيقه للتوعيه
المخاطر السلاسل المائيه الحاده والكوليرا ويعملوا لهم توعيه داخل المنزل، وهذه هي مسافه حمله وطنيه شامله والسفر ان شاء الله في الايام القليله القادمه باذن الله. طيب يا دكتور علي، كانت الصورة واضحة وكلامك إيجابي ومشرف، وأنا أثق كل الثقة المطلقة يعني فيكم وفيك تحديدا، لكن أنا أريد أن يعني أنا أقول من على قناة عدن إنه أي مواطن أي شخص أي شيء عنده أي شكوى من أي إدارة في إدارات مكاتب الصحة في المديريات أو المراكز الصحية أو الوحدات الصحية مكتبنا في العاصمة طيب. عدن مفتوح واضح جميل تمام وضحت الصورة. طيب دكتور علي طيب دكتور علي أنا أريد أن أتحدث معك يعني بهذه الجزئية عن محافظة أبين. هناك من يتحدث أنه في محافظة أبين يعني المرض ربما يعني ظهرت 100 حالة جديدة في خلال هذا الأسبوع، وبالتالي كيف تقيمون الوضع بشكل عام في محافظة أبين، وهل غطيتم كل المديريات هناك؟ ليس حالة جديدة في محافظة أبين، هو طبعا في شهر رمضان نهاية رمضان وطوال شهر رمضان كانت موجة في محافظة أبين خصوصا في مديرية موتي ومديرية لودر، وصلت لمديرية ما يفوق 1500 حالة تصديق لحالة من الاشتباه، وكذلك مديرية لودر في الآونة الأخيرة مع التدخلات التي قامت الجفح العامة والسكان والمؤسسات المحلية والتدقيق الصحي والمواطنين وإن في المساجد والخطباء والناشطين الاجتماعيين والصحف المحلية بدأ التحسن ملحوظ، ووصلت أنه توصل في اليوم 15 حالة خفيفة وإلى متوسطة. الآن مع موجة الأمطار في قلق لدينا أن الحالة تستاء، ولكن هناك جهود كبيرة جدا. محافظة أبين وضعها استثنائي لأنه المرافق الصحية وغيرها منذ 10 سنوات في إشكالية كبيرة فيها بسبب الحروب التي مرت بها محافظة أبين. محافظة أبين منذ 2010 وهي تمر بمراحل صعبة لكن هناك جهود كبيرة تدخل من الأخوان في السلطة المحلية مع وزارة الصحة العامة والسكان. تم تشكيل غرفة عمليات لمجابهة الكوليرا برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية رؤساء الأدوية رئيس الوزراء وعضوية وزير الإدارة المحلية الأستاذ برقي فتح ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هادي كمال وعضوية الدكتور علي الوليدي في وزارة القطاع الرعاية الصحية الأولية ووكلاء المحافظات محافظة أبين حد اللحج ومدراء عموم مكاتب الصحة في هذه المحافظات. وأنا لاحظ أنه بشكل مستمر هناك تعقد اللجنة العليا الفرعية في المحافظة حيث تكون لجنة في المحافظة برئاسة وكيل المحافظة ومحافظة أبين في استمرار ونتواصل مع مكتب الصحة العامة والسكان وكيل المحافظة. هناك جهود كبيرة جدا، الفجوة كبيرة وجهود جدا، إن شاء الله إنه نحاول بقدر إمكانياتنا المتاحة ودوز رئيس الوزراء صرف 400 مليون ريال لهذه المحافظات. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من العاصمة عدن، كانت الصورة واضحة، وشكرا لفخامة الرئيس ومدير مكتبه ووزير الصحة وللجميع. في تقرير ما أدري بالإمكان بشمهندس ماجد نبث التقرير اللي طيب أوكي. مشاهد الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى،
نحن نتواصل معكم في برنامج الوطن ينتصر، والوطن ينتصر كذلك في هذه الجبهة، في هذه الجبهة الصحية ضد على وباء الكوليرا. كانت الرسالة واضحة من قبل الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة. هناك في ثقة يعني كبيرة وعالية، وهناك في مسؤولية، هناك في غرف عمليات، هناك في إشراك لوكلاء المحافظات ومحافظين المحافظات ووكلاء الوزارات وكذلك مدراء عموم مكاتب الصحة. ويتحدث عنه 43% من يعني إمكانيات من الدعم والإمكانيات والأدوية وزعت في المناطق المحررة، بالإضافة إلى النسبة الأخرى وزعت في المناطق التي هي تحت سيطرة الإنقلابيين. ولكن مثل ما تحدث ما زال في تخوف من الإنقلابيين يعبثون في هذه المعونات والمساعدات. بالحديث مشاهدينا الكرام على المحور الذي يختص في موضوع الأسرى والصفقات التي تحدث بين الفترة والأخرى بين المقاومة الجنوبية أو بين المقاومة الشعبية وكذلك الجيش الوطني وكذلك بين الميليشيا الإنقلابية بطرفيها الحوثي وصالح. هناك صفقات كثيرة وكبيرة حصلت منذ تحرير عدن في 36 هجرية حتى الآن، وبالتالي هذه الصفقات كثير منها كلل بالنجاح. المئات من الأسرى أبناء المحافظات الجنوبية وكذلك من أبناء المحافظات الأخرى تم الإفراج عنهم مقابل صفقات حصلت بين أبناء هذه المحافظات وبين الميليشيا الإنقلابية. هناك شخص يعزى له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، هو الشيخ والأستاذ ياسر الحدي، وهو المكلف في لجنة الأسرى أو لجنة التفاوض من قبل أهالي الأسرى والمقاومة الجنوبية. ياسر الحدي قام تقريبا بست أو سبع صفقات للإفراج عن الأسرى ونجح في هذه الصفقات كلها، وأفرج بجهوده تم الإفراج عن الآلاف من أبناء المقاومة. ونحن في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج الوطن ينتصر يكون معنا الأستاذ والشيخ ياسر الحدي من مدينة المخا. مرحبا بك أستاذ ياسر. أستاذ ياسر الحدي مرحبا بك. أهلا وسهلا، أسعد الله مساك أستاذ ياسر الحدي. وفي البداية نود أن تطلعنا عن جهودكم التي تبذلونها فيما يخص الإفراج عن الأسرى لدى الميليشيا الإنقلابية. مسؤول ملف الأسرى. نعم تفضل أستاذ ياسر الحدي، مسؤول ملف الأسرى. الأسرى. تمام تفضل أنت على الهواء أستاذ ياسر. أستاذ ياسر الحدي أنت معنا على الهواء في برنامج الوطن ينتصر، ونحب أن نسألك ما هي الجهود الذي تبذلونها من أجل الإفراج عن الأسرى لدى الميليشيا الإنقلابية. أستاذ ياسر الحدي هل تسمعني؟ طيب نعود الاتصال بالأستاذ ياسر الحدي. ومثل ما تحدثنا معكم مشاهدنا الكرام، الرسالة التي نود أن نوصلها من خلال تسليط الأضواء على هذا الموضوع هي رسالة قبل أن تكون سياسية أو إعلامية، هي رسالة إنسانية أخوية إلى أهالي وذوي الأسرى الذين موجودين لدى الميليشيا الإنقلابية، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن ناصر منصور هادي وكذلك اللواء الركن فيصل رجب وكل الأسرى من سياسيين وإعلاميين ومقاومين وعسكريين، أنه هؤلاء هم على بالنا ولا يمكن أن ننساهم نحن كإعلاميين. والرسالة الأخرى أنه ما زال هناك رجال في الميدان يقومون بالعمل والمتابعة، هناك في كشوفات، هناك في مفاوضات، هناك في روحة وجية، وناس تروح لصنعاء وناس تجي لعدن وعملية يعني مفاوضات وبحث ومناقشات، لأنه أحيانا الحوثيين يكونون في يرفعون من شروطهم، يعني ربما لديهم بعض القيادات يريدون أن يفرقون عنها، ربما لديهم يعني يريدون الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى. هناك أسرى كثير حوثيين وقعوا بيد المقاومة وبيد الجيش الوطني، وبالتالي تكون هناك في صعوبة بعملية التفاوض. مرة أخرى معنا الأستاذ ياسر الحدي مسؤول ملف الأسرى، مرحبا بك أستاذ ياسر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك الأستاذ ياسر الحدي مسؤول ملف الأسرة. في البداية أستاذ ياسر الحدي، ما هي الجهود التي بذلتموها وتبذلونها في سبيل الإفراج عن الأسرة الموجودين في قبضة الميليشيا الإنقلابية؟ أولا نشكركم ونشكر قناة عدن الفضائية، شكرا لك على هذا البرنامج، ونطلعكم على آخر المستجدات في ملف الأسرة. هناك جولات تفاوضية مستمرة منذ تحرير عدن من الحوثيين وجيش عفاش. عقدنا عدة صفقات كلها ناجحة الحمد لله، ما عدا صفقة واحدة الذي رجعت من منطقة رسان، حيث كانت هناك إشكاليات وملابسات تفضل. نعم طيب، الآن هناك حديث عن أنه يعني في صفقة ربما أجريتموها بالفترة الأخيرة، ولكن ربما لم تتضح الأعداد، يعني هناك حديث عن أحد المعتقلين من كتائب. السلام عليكم. نعم، هناك حديث عن صفقة أجريتموها بالفترة الأخيرة عن الإفراج عن مجموعة من الأسرى، وبالتالي السؤال الذي أود أطرحه عليك، هل هناك لديكم مثلا كشوفات محددة عن أعداد الأسرى الموجودين لدى الحوثيين؟ أولا نشكركم ونشكر قناة عدن الفضائي. أستاذ ياسر نحن نسمعك، أنت معنا في المداخلة أستاذ ياسر. طيب نحاول الاتصال لأنه ربما الاتصال انقطع فيه، وبالتالي الموضوع ربما نريد أن نطلع ويطلع السادة المشاهدين عن الأعداد، كم هناك أعداد من الأسرى، لابد أن نعرف. يعني الآن في إحصائية وعملية مسح ربما بالفترة الأخيرة للشهداء، يعني تحدث معنا أستاذ أحمد الوالي عندما استضفناه أنه في هناك في أعداد وفي قاعدة بيانات للأسرى للشهداء، تمام هذا عمل إيجابي وعمل مهني ومؤسسي، لكن كمان كذلك الأسرى اللي موجودين عند الحوثيين لازم إحنا الناس تعرف كم منهم علشان نعرف في أسرى ونعرف كمان في مفقودين. يعني إذا في أسرى، شفت كيف؟ طيب أستاذ ياسر الحدي كنت تسمعني، هل لديكم كشوفات كم عدد؟ نعم، هل لديكم كشوفات بعدد الأسرى الموجودين لدى الحوثيين؟ نعم، يعني لدينا قاعدة بيانات بجميع الأسرى والمعتقلين، وقبل يومين تم تبادل الكشوفات بيننا وبين ممثل الأسرى في صنعاء التابع للحوثيين. تمام، فأعطيناهم سلمناهم الكشوفات التابعة للمقاومة الجنوبية. تمام، كامل بدون استثناء. جميل، بما فيهم الأخير المرقشي و وزير الدفاع وكل الأسرى، جبهات المخا، جبهات كرش، جبهات بيحان، والأسرى المفقودين قسرا منذ 2015. سلمنا لهم الكشوفات وألزمناهم بأظهار جميع الأسرى، وبعضهم سلمونا كشوفات التابع لهم بالأسرى الذي عندنا كامل، سلمونا الكشوفات. وفي هناك تفاوض قائم على نعم. طيب هل تسمعني استاذ ياسر؟ طيب وضحت جزء كبير من الصورة، انا اريد ان اسالك ما هي الصعوبات اللي تواجهونها بالتفاوض مع الحوثيين؟ ما هي شروطهم؟ ايش طلباتهم؟ يعني لماذا يعقدون لماذا يعقدون ملف الأسرى؟ يعني لماذا يعقد الحوثيين ملف الأسرى؟ ايش طلباتهم؟ ايش شروطهم؟ ايش الصعوبات اللي تواجهونها؟ يعني لدينا قاعدة بيانات بجميع الأسرى والمعتقلين، وقبل يومين يعود الاتصال ثاني مرة معنا. طيب نكتفي بهذا القدر من المداخلة مع الأستاذ ياسر الحدي المسؤول الأول عن ملف الأسرى، أسرى المقاومة الجنوبية، وهو ياسر الحدي قام بعدة صفقات، يعني اشتغل على عدة صفقات من أجل تبادل الأسرى، يمكن 5 أو 6 صفقات
ونجح في كل هذه الصفقات باستثناء يعني صفقة واحدة، يعني هو كان تعبيره يعني زي ما تقول مختصر حول موضوع أسباب فشل هذه الصفقة. وبالتالي طيب نذهب إلى فاصل. طيب وبالتالي نجحت كل هذه الصفقات التي قام فيها الأستاذ ياسر الحدي باستثناء صفقة واحدة، وهناك رجال يعملون ويشتغلون، يعني ما فيش حد منسي، كل الأسرى من وزير الدفاع إلى أصغر عسكري، إلى أصغر مقاوم، إلى أصغر مقاتل، ممن هم تحت قبضة الحوثيين، على الأهالي أهالي هؤلاء الأسرى والمعتقلين والمفقودين أن يطمنوا أن هناك لهم أخوة من أبناء هذا الوطن يصرون على أن ينتصر الوطن في هذه المعركة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهد الكرام مرة أخرى. تتابعون مشاهد الكرام ما يتعرض له الصحفيين ورجال الفكر والكلمة والقلم ورجال الأعلام والمراسلين وكذلك المجتمع المدني بشكل كامل، إضافة إلى السياسيين ورجال الدولة والعسكريين والأمنيين، من تعسف واعتقالات ومحاكمات وسجون ومطاردات وإلى غير ذلك من الأوصاف الذي تحبون أن تصفون فيها ما يقوم فيه الإنقلابيون الحوثي والمخلوع صالح ضد أبناء هذا الشعب. هناك في محاكمة تقرير لمجموعة كبيرة من الصحفيين، تقريبا 36 صحفي إن صح التعبير، وهذه المحاكمة يعني قد الحين حولوهم إلى المحكمة الجزائية، والعالم يشوف يعني ينظر، يعني البعض يقول لك لا ما بيعملوش حاجة إلا مجرد يخوفوا الصحفيين، ما يخوفوا الصحفيين، الجماعة هذول يصدروا أحكام ولا يتورعون، يعني يحولوهم للمحاكمة إذا صدرت أحكام ممكن ينفذون فيهم عقوبات، ممكن ينفذون فيهم يعني بعض الأحكام والتعسفات، ضف إلى ذلك التعذيب والتنكيل والزناجين. وهذه مثل ما تتابعون مشاهد الكرام هذا الفيديو أمامكم من قلب المحكمة الذي عرضته بعض القنوات، هذه المحاكمة الهزلية، المحاكمة الانتقامية، المحاكمة العبثية، محاكمة يعني بدون مرافعات، ومحاكمة بدون محامين، يعني الادعاء العام انسحب من المحكمة، فأنت كيف تقضي بالحكم من أول جلسة؟ وبالتالي هناك في إلحاح كبير لتدخل العالم أجمع لإنقاذ هؤلاء الصحفيين. هؤلاء إخواننا ونحن لن نسكت، سنتحدث في كل المنابر الإعلامية، في الصحف، في المقالات، في المواقع الإلكترونية، في الإذاعة، سنكون معكم. هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، طبعا الشرفاء المحترمين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، سنكون معهم وسنسندهم إلى آخر نفس، وبإذن الله لن يأتيهم أذى. كل التخوف هو من تهور الميليشيا الإنقلابية من أن تتخذ إجراءات ضد هؤلاء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك، منظمة الصحافة الدولية العربية الإقليمية الحكومة الشرعية لابد من أن يتم التحرك بهذا الموضوع حتى يعني يتم الإفراج عن هؤلاء. هذا هو الوضع مشاهدنا الكرام والمشهد في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية، محاكمات، مطاردات وقتل، يعني مجرد ما تجيب كلمة يقرحوا لك راسك. طبعا هناك في توصية من زعيم الحوثيين أنه الإعلاميين هم أشد خطرا من غيرهم، هذا الكلام تحدث فيه ما يسمى بالسيد عبد الملك الحوثي، وقال في أحدى خطاباته، وهذه الخطابة رصد هذه الجملة رصدتها منظمة بلا حدود تقريبا، رصدت هذه الجملة، وهذا يعتبر تهديد أو يعتبر إشارة ضمنية أنه صفوهم أو اقتلوهم، عندما يتحدث أنه الصحفيين والإعلاميين هم أشد قوة من العسكريين ومن الأمنيين، بمعنى أنه أي إعلامي لا يعني يتعارض مع فكر الجماعة الحوثية سوف يكون مصيره القتل. وبالتالي وعلى النقيض انظروا ماذا يحدث في المناطق المحررة، والحمد لله رب العالمين
اليوم في العاصمة عدن صدرت صحيفة الأيام، وأنتم تعرفون صحيفة الأيام، صحيفة الأيام صحيفة عريقة، صحيفة تاريخية، صحيفة وطنية، يعني عقود من الزمن، وهي يعني تمشي هذه الصحيفة. وأنا هنا لا أحب، قد ربما يظن البعض احنا نعمل لها يعني دعايه واعلان، هي اكبر من دعايه واعلان. اليوم العالم كله في داخل الوطن، الناس كلها ما في واحد الا وهو كاتب عن موضوع عوده يعني صحيفه الايام. صحيفه الايام قارعت نظام المخلوع علي عبد الله الصالح وتحدثه، وتعرض هشام باشراحيل الى محاكمه وهو قد توفي. يعني عقدت المحكمه الجزائيه في عدن محاكمه للاستاذ يعني هشام باشراحيل، والرجال قد مات وعدهم يعقدوا له محاكمه. يعني إلى هذا المستوى وصل الأمر في فترة من الفترات في عهد نظام المخلوع علي عبد الله الصالح. هذه أمامكم صحيفة الأيام، وفي المناطق المحررة حرية الصحافة، حرية الكتابة. كم ننتقد نحن ونحن هنا في القناة التي تعتبر قناة حكومية، والله ننتقد الحكومة يعني بالشكل الذي نريده، ولكن مش نسب. يعني ما شو معناته أنك تسب ولا تجرح أو نفتري أو لا، لا نحاول أن احنا نقد بنا، أن احنا من آلامنا نتكلم وأوجاعنا، وبالتالي هذا يحسب للحكومة الشرعية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولله الحمد عادت صحيفة الأيام، وفي عهد يعني الحكومة الشرعية ممثلة بالدكتور أحمد عبد بن دغر عادت يعني صحيفة الأيام الذي كانت رأس الحربة، رأس الحربة الصحفية والإعلامية والتوعية في عهد نظام المخلوع علي عبد الله صالح، أغلقها. وما زال أحمد العبادي المرقشي محكوم بالإعدام في سجون صنعاء، وبالتالي هذه فرصة يعني مناسبة طيبة، ويعني فرصة طيبة ويعني بادرة إيجابية ويعني يعني ممتازة جدا أن تعود صحيفة الأيام إلى مكانتها في قلوب الناس، وإلى جانب يعني الصحف الأخرى اللي موجودة على الساحة الوطنية. ولله الحمد هناك عشرات الصحف، أكثر من 40 أو 50 أو 30 صحيفة تصدر من العاصمة عدن لكل الطيف السياسي المختلف. وبالتالي نحن حبينا أن يعني يكون معنا في هذه المناسبة يعني أحد إدارة أو من أسرة صحيفة الأيام للحديث معه حول هذه المناسبة. بيكون معنا محمد هشام أو باشراحيل، محمد هشام باشراحيل مدير، نعم يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد هشام باشراحيل، وهو مدير التحرير في صحيفة الأيام الغراء، وكذلك مستشار وزير الإعلام. مرحبا بك أستاذ محمد باشراحيل. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. أولا في البداية نهنيكم من صميم قلوبنا على عودة هذه الصحيفة الذي هي منحوت حبها في وجداننا وفي قلوبنا. وسؤالي الأول، لماذا الانقطاع يا صحيفة الأيام هذه المدة الطويلة؟ في البداية أشكركم على سؤالكم علينا وعلى تهنئتكم لنا. شكرا لك. وطبعا التوقف هذا الذي دام أكثر من سنتين منذ بداية الانقلاب، منذ بداية ما شن الانقلابيون حربهم على عدن وعلى اليمن بشكل عام، التوقف كان هذا التوقف الثاني. طبعا كان التوقف الأول بسبب الرئيس السابق، وقدكم كنت تعرفوا يعني ماذا عمل مع صحيفة الأيام من هجوم وقمع مورس ضدنا وتنكيل وإفقار، ولكن بعون الله تمكننا من الإصدار في مرة ثانية قبل الحرب، وذلك ووقف بجانبنا سيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. نعم. وأصدرنا الإصدار الثاني، هذا قبل الحرب. ثم أتت الحرب ووقفنا من قبل الميليشيات عندما أتت إلى باب الصحيفة ومنعتنا من أي طباعة أي هذا. طبعا كانوا يعني وصفوا عدد من الأماكن في المبنى وتأثرت مطابعنا. طبعا خلال الحرب هذه تأثرت مطابعنا يعني كما تأثر بقية الناس والمواطنين في عدن من الحرب هذه، وتأثرت باصاتنا يعني انطاق يعني طول كامل ذهب علينا، مولداتنا، المكيفات، حتى المطابع تأثرت بشكل كبير، وكان لابد ان احنا يعني نستطيع ان نوجد يعني الماده بدائل. ايوه بدائل. نعم نعم. طيب استاذ محمد الان، ولكن نعم نعم عذرا للمقاطعه، الان
عادت الصحيفة إلى مكانتها السابقة وبنفس السياسة صحيفة مستقلة؟ نعم، الصحيفة صحيفة مستقلة تنشر آراء للجميع، ليست منحازة لطرف ضد طرف، ولكن صحيفة الأيام ستستمر بنهجها الجامع، يجمع الناس ولا يفرق. جميل، بمسؤولية. نحن إن كنا أداة سنكون أداة للجميع وليس للتفريق. طيب يا سلام عليك. طيب يا سيدي العزيز، كيف تصف الآن حرية الرأي والرأي الآخر والصحافة والجو الصحفي والإعلامي في المناطق المحررة تحديدا في عدن؟ نعم، سؤالك مرة أخرى عزيزي. كيف تصف الوضع، حرية الرأي والرأي العام والرأي الآخر عذرا، وحرية الصحافة والجو الإعلامي طبعاً والصحفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة؟ في المناطق المحررة نستطيع نقول نحن نقدر ننشر ونكتب ما نريد، وفي بعض الأحيان بعض الزملاء يعني يتخطوا الحدود، ولكن نحن نطالب يعني كل الصحفيين بأن يكون رقيب نفسه، الله بأن يتبع القانون، قانون الصحافة الموجود، ولا يتعدى يعني على الناس بزورا وبهتانا. نريد أن ننقل الصورة كما هي للناس. طيب، الصحفي يجب أن يكون همه الناس والمواطن أولا. الآن معنا في العاصمة عدن، نحن في صحيفة الأيام فتحنا ملفات الخدمات، يجب أن يطلع المواطن والمسؤول عن أماكن الفساد وأماكن الضرر. طيب، ولا أن نخليها مناقشات سياسية. تمام أستاذ محمد، سؤال الأخير لك. من المعروف أنه تقريبا في حصلت عليكم مداهمات كثيرة، وربما حصل هجوم. نعم، عسكري ربما أمني. نعم، عليكم. نعم، واعتقلت أنا 4 شهور. نعم، و15 يوم. تابعنا ذلك. نعم، تابعنا حتى الصور وهم عندما اعتدوا على مبنى الصحيفة وعلى منزلكم، تابعنا كل شيء وكل. نعم، شيء موثق. السؤال، هل هناك حصلت مثلا ضحايا؟ معروف أنه العباد المرغشي يعني مسجون أو محكوم هناك، وبالتالي. نعم، هل هناك ظلما وبهتانا؟ معروف إن شاء الله يعني قدامه الحرية، لكن هل هناك ضحايا؟ هل سقط شهداء يوم من الأيام؟ وهل لكم تواصل مع العباد المرغشي أو مع أسر ضحايا؟ نعم، ناس كانوا معكم في. نعم، نحن على تواصل مع العبادي، مع وآخر تواصل بيني وبينه قبل ساعة تقريبا، نحن على تواصل مستمر، ونحن ملتزمين للعبادي لأنه يعني له ولأسرته. هذا رجل ضحى يعني بنفسه، والآن 8 سنين هو في هذا، ولا يمكن أن نتركه، لا يمكن، فهذا في رقابنا. طيب، ولكن نحن من خلالكم الآن نطالب الجميع بالوقوف مع الأسير المرقشي ومع كافة الأسرة، وعلى رأسهم الصبيحي والعم ناصر منصور وثابتهم فيصل رجب. ايوه، فيصل رجب ابو سالم، ما يمكن ننسى وجميع المحتجزين، اكانوا شماليين او جنوبيين، يجب علينا جميعا ان نقف بجانبهم، لان الميليشيات الحوثي والانقلابيون يمارسون يعني. طيب، أفضع الجرائم. ما يحتاج، نحن بحق المدنيين وبحق الصحفيين. صحيح، نحن مع الإنسان في أينما كان، يعني مع العدالة ومع. نعم، الإنسان، رغم الحرب ورغم التجني والاعتداء والغزو والاحتلال. وأعتقد. نعم، مفردة الاحتلال ستسقط في هذا الوضع من صحيفة الأيام، ما رأيك أستاذ محمد؟ نعم، هو الاحتلال كان علي عبد الله صالح، وهذا أتوا للجنوب وهم محتلين. شكرا لك. احتلوا الجنوب. طيب، وهم اعترفوا بذلك من قبل. طيب، ولكن نحن نريد ان نبني وطن بشكل اخر. الوحده السابقه انتهت، لكن بحسب مخرجات الحوار هناك وحده اخرى يجب ان تبنى. شكرا جزيلا لك الاستاذ. وانا اعتقد ان الحل الفدرالي هو الانسب إن شاء الله، ما يقدر الله خير بإذن الله. شكرا لك الأستاذ محمد باشا رحيل، رئيس تحرير صحيفة الأيام ومستشار وزير الإعلام، كنت معنا من العاصمة الشرعية عدن. كانت الصورة واضحة حول موضوع عودة صحيفة الأيام، ووضح الصورة أكثر الأستاذ محمد باشا رحيل. محورنا الأخير مشاهدينا الكرام هو العملية الإجرامية التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية في محافظة تعز. ومهما كان يعني هناك في عملية إجرامية أمس حصلت، تم إطلاق النار
ما ادري هل بمدفع هل باع 10 هل باي قذيفه ومن اي عيار. وبالتالي انا لا اتساءل عن نوع القذيفه ولكن اتساءل عن انسانيه الشخص وما لديه من مروءه ورجوله وقلب ويعني وخوف من الله بان يعتدي على تلك الطفله وعلى تلك الاسره الذي يعني شاهدناها الان. صوره امامكم مشاهدي الكرام، هذه طفله في منطقه الشقب بمحافظه تعز، يعني تم إطلاق عليها تقريبا قذيفة من سلاح متوسط، وبالتالي انقطعت بطنها وطلعت الأمعاء إلى يعني الخارج. وشوفوا الصورة الآن مشاهدين الكرام، هذه الصورة أمامكم، هذه هي جرائم الحوثيين، هذه المسيرة القرآنية، هذه هي تعز عندما قال علي عبد الله صالح لم يخلق بعد من يقصف تعز. هيا شوفوا الوضع الحين أمامكم وقدامكم، هذا هي الوعود الذي وعدنا إياها المخلوع علي عبد الله صالح، إلى غير ذلك من الوعود، يعني الكهرباء بالطاقة النووية وأنه يعني كثير من الأمور اللي ما لها ربما داعي نذكرها في هذا الوقت. لكن الجانب الإنساني والجانب الأخلاقي والجانب القيمي والجانب الديني والوطني يحتم على كل إنسان في هذا الوطن أن يتفاعل مع محافظة تعز وما يحدث فيها من جرائم. وأول الرسالة وجهها إلى أبناء تعز أنفسهم، يكفي انقسام ويكفي تشرذم ويكفي اختلاف على الضرائب والاختلاف على الكلام اللي ما له داعي، وواحد مدير أمن يروح يقتل مدير أمن، بالإضافة إلى أولئك الذين ما زالوا مع الحوثي والمخلوع صالح من أبناء محافظة تعز. أناشد فيكم الضمير والدين والخوف من الله والإنسانية أن تنقذوا أنفسكم وتنقذوا أبناء محافظتكم وأبناء منطقتكم. ما ذنب هذه الطفلة؟ ايش يعطيك الحوثي ولا عفاش؟ كم يعطيك فلوس يا أخي؟ سيل عنك التاريخ أنك وقفت يعني مع الحوثي ضد أبناء قريتك وضد أبناء منطقتك، سيل عنك التاريخ. يعني أنت الآن تتغذى وتخبي الفلوس في جيبك على دم هذه الطفلة؟ بالله عليك تخيل أنك تشرب من دم هذه الطفلة مقابل يعني أنك أنت تأخذ هذه المبالغ المالية تبيع وتشتري في دماء أبناء محافظة تعز. والمناشدة الأخرى هي للرئيس الجمهورية فخامة المشير عبد الرب منصور هادي، الذي ندرك أن على فخامة الرئيس عبء كبير بحجم الوطن، لكن من ناشد؟ يعني نحن ترى رئيسنا، ما معنى إلا أنت فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والتحالف العربي كذلك معكم أن ينقذوا محافظة تعز. الآن المأساة لها أكثر من سنتين ونص، وتعز تدفع الثمن غالي من دماء أبنائها ونسائها، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا أئمة المساجد، هدموا كل شيء، ما إيش عادهم يشتون، تفننوا واحترفوا في ارتكاب الجرائم في هذه تعز من جميع الأشكال، قنص، طعن، شنق، سحل، يعني كل شيء عملوه. يعني الآن 500 ألف أسرة من أبناء محافظة تعز مشردين، والذي موجود داخل تعز هذا هو المصير. وبالتالي الكلمة لكم ولضمير الوطن ولضمير العرب ولضمير العالم، ونهيب بالدكتور الأخ العزيز الدكتور محمد عسكر ونائبه كذلك الدكتور سمير الشيباني وكذلك الأستاذ خالد اليماني في الأمم المتحدة وهيئة رئاسة مجلس الوزراء ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن يبذلوا قصارى جهدهم. فين تحالف رصد؟ تحالف رصد اللي قاعد يدور لي واحد مسجون مدري وين مع الحزام الأمني. هنا الجرائم قدامكم، لا تنقلون المشكلة إلى أنه يعني خلاف بيننا في المناطق المحررة، لا، يجب أن نفوت هذه على الحوثيين، لا، مش هذا الكلام، يجب أن نترفع عن الخلافات، كل واحد يبحث عن الاختلالات اللي عند الثاني، الحزام الأمني فعل وهذا اللي بيقولون المقاومة بتعز عملت، يجب أن نتجاوز هذه النقطة من أجل أن يعيشوا أطفالنا ومن أجل أن نحميهم في عدن في تعز. المقاومة في تعز مطلوب أن تتحد، هناك في تحرك كبير، يعني عدنان حمادي اللواء 35 ربما في عملية سيطرة الآن وتأسيس المؤسسات الدولة أن تكون موجودة في تعز. والله لو كانت المقاومة قوية في قرارها، طبعا هي قوية في تعز بدليل أنها طردت الانقلابيين من أكثر من مكان، ولكن قوية في قرارها وإرادتها وحبها لهذا الوطن، لن يتجرأ المخلوع والحوثيين على أن يفعلوا هذه الجرائم بأبنائنا وبأهلنا في تعز أو في أي منطقة من المناطق الأخرى. المشهد ربما مؤلم، ويعني لو قعدنا لساعات لنعبر عن هذا المشهد ربما لا يكفي عن التعبير عن الألم. يعني في ناس من نعر والله شافوا هذا المقطع وسالت دموعهم وبكوا وتأثروا. يعني الإنسان ماذا، كيف يشعر الإنسان منا في السعادة مع أطفاله وأسرته وهو يشوف هذه المشاهد؟ والله لن تهنأ مهما كان عندك قلب، مهما كنت بليد، مهما كان دمك متجلط ومتجمد وبدون يعني أي قيم ومبادئ، أن تشعر في سعادة وإحساس يعني جميل وأنت تشاهد هذه الأمعاء منثورة في الأرض
بقذائف الحوثيين. هذا أنا كل ما عندي بهذه الفقرة، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت، وأتمنى من الجميع أن يتكاتف وأن يقوم بالواجب، وأن ترصد هذه الجريمة وتترجم إلى لغات مختلفة، وتبعث إلى منظمات المجتمع منظمات حقوق الإنسان في جنيف، في سويسرا، في الأمم المتحدة، في كل مكان في العالم. مشاهدنا الكرام، ناقشنا في حلقتنا لهذه الليلة العديد من المحاور، ابتداء من يعني إعادة السلك القضائي ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا بعدن، ومرينا كذلك على موضوع الكوليرا وانتشار مرض الكوليرا وكيف أن الحكومة متفاعلة في كل المحافظات. بعد ذلك تحدثنا عن الأسرى وصفقات الأسرى الذي يقوم فيها الأستاذ ياسر الحدي، وبالأخير ختمنا بالموضوع كان معنا صحيفة الأيام وحرية الصحافة والمحاكمات التي يقوم فيها الانقلابيون في صنعاء، يعني صحفيين مكبلين بالقيود والسلاسل مربطين داخل زنازين في العاصمة صنعاء، وبالتالي للعالم كلمة في هذا الموضوع سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي. وبالأخير ختمنا بهذا المشهد الذي أمامكم لهذه الطفلة الذي يعني تعرضت لقنص من قذيفة سلاح متوسط من قبل الميليشيا الانقلابية. هذا كان كل شيء معنا في حلقتنا لهذه الليلة، وفي الختام نستودعكم الله، والوطن ينتصر بكم أنتم أيها الأوفياء. إلى اللقاء.